بشأن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على خلفية التصعيد السياسي والإعلاني بعد وصول الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي. مرحبا بك. إذا هذا الوصول إلى طريق مسدود حسب ما أعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في البرنامج النووي، كيف تصفه؟ هل تعتقد أنه كان مقصودا؟ يعني في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا التعثر في الاتفاق النووي له أسباب عديدة، أهمها أن اتفاق أوباما، هكذا أنا أصفه، مع إيران قد مات، والآن المنطقة تشهد ظروف جديدة والعالم يشهد ظروف مختلفة عن فترة 2015. أوروبا تطمح إلى أن يعاد نفس اتفاق أوباما مع إيران لإطلاق يد إيران من جديد في المنطقة حتى تعبث في المنطقة وتعيد مشروع الفوضى لصالح الأوروبيين في المنطقة العربية. وهذا معلن من قبل الأوروبيين في بياناتهم الرسمية بأنهم يريدون الاتفاق نفسه ويطلبون من إيران أن لا تخترق الاتفاق للحفاظ على ذلك الاتفاق. أما بالنسبة لباقي القوى خاصة بعد حرب أوكرانيا، الولايات المتحدة وروسيا تريدان اتفاق جديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي قال أن الاتفاق هو اتفاق إيراني أمريكي بامتياز ونحن وقعنا عليه، والآن روسيا تريد اتفاق غير اتفاق 2015. وكل هذا يصب باتجاه عرقلة الاتفاق أو عرقلة التوصل إلى الاتفاق إلى أجل غير مسمى. يعني هل تعتقد إذن أن إسرائيل إذا ما أقدمت على مهاجمة البرنامج النووي، يعني هل ستحظى بمباركة أمريكية أم ستتصرف وحدها إسرائيل وتتخذ قرارها بهذه المواجهة؟ لوجستيا وعسكريا لا يمكن لإسرائيل دون دعم أمريكي أن تهاجم إيران. إسرائيل بحاجة إلى الدعم الأمريكي التقني واللوجستي، خاصة تغطية شبكة الرادارات الوسيعة للجيش الأمريكي في المنطقة، ودون ذلك لا يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تصل إلى إيران دون أن تتعرض لهجمات أو يتم رصدها. هذا جانب. جانب آخر يتعلق بأن جهات أو إسرائيل نفسها تريد تصعيد في المنطقة بسبب تغيير المعادلة والتواجد الروسي الكبير الآن في سوريا، وكذلك التوافق الذي حصل يوم أمس بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وكذلك روسيا وسوريا للتنسيق في ملف شمال سوريا، ما سيترتب على إسرائيل تنازلات موجعة في ملفات عدة ليس فقط في سوريا وملفات أخرى، فإسرائيل بحاجة إلى تصعيد كبير. بالنسبة لإيران، هناك جناح داخل إيران يريد التصعيد كذلك، جناح إبراهيم رئيسي والحرس الثوري. بالتخلص من صراع الأجنحة في إيران الآن محتدم. الأجنحة التي لا ترغب بإبراهيم رئيسي ولا ترغب بسيطرة الحرس الثوري المطلقة على مؤسسات الدولة وتريد حصتها من السلطة هي تحارب داخليا في إيران. والآن أيضا هناك احتجاجات داخل البلاد، النظام الإيراني بحاجة إلى أزمة خارجية، يعني صرف الأنظار إلى الخارج. من هنا هل تعتقد أن إيران ربما تلعب بهذه الورقة، تخلط الأوراق مجددا في المنطقة بتحريك أذرعها في العراق، سوريا، اليمن وحتى في فلسطين ممكن؟ يعني إيران الآن خيارها هو التصعيد أو من خلال لبنان أو من خلال أذرعها في الأراضي المحتلة الفلسطينية، أن تحدث ذريعة لإسرائيل حتى إسرائيل تقوم بالرد. هذا هو المحتمل، ويتم افتعال أزمة أو حتى توجيه ضربات داخل إيران أو اغتيالات على مستويات أعلى من القيادات الصف الثاني في إيران، وبعدها يقول أن إسرائيل نفذها ويتم وضع حالة تأهب داخل إيران، وأيضا إسرائيل تعلن حالة تأهب حتى تخرج أو تخرب اللعبة الحالية في المنطقة التي لا تصب لا بصالح إيران ولا بصالح إسرائيل بنفس الوقت. فكلا الطرفين أي إيران وإسرائيل بحاجة إلى افتعال أزمة.
في المنطقة، وطبعا كلاهما لديهما أذرع كافية داخل إسرائيل وداخل الأراضي المحتلة وفي لبنان، وإسرائيل لديها أذرع داخل إيران. فالظروف مهيئة لافتعال أزمة، طبعا الأزمة تبقى مسيطر عليها، كلا الطرفين سيوتران على الأزمة، سيسيطران على الأزمة، لكنهما سيوظفانهما باتجاه الاتجاهات التي تنفعهما. إيران ستوظف ذلك داخليا لإسكات الشعب ولحذف من يعارض الحرس الثوري، من تبقى يعارض الحرس الثوري وحكومة إبراهيم رئيسي. وإسرائيل ستنصل عن التزاماتها واستحقاقات الملفات الجديدة في المنطقة. بخصوص الحرس الثوري، يعني إيران لديها مشكلة الآن بتحاول أن تشرط إخراج الحرس الثوري من القائمة الإرهابية الأمريكية. ما جدوى هذا الضغط الأمريكي؟ ما مدى فعالية ذلك؟ بالنسبة للولايات المتحدة، هناك أمريكتان وليس أمريكا واحدة. أمريكا بايدن اللي تمثل أوباما وسياسات أوباما، وهي تريد إطلاق يد إيران من جديد وحذف الحرس الثوري من لائحة الإرهاب. وهناك مؤسسات أخرى مثل الجيش الأمريكي، المجمع الاستخباراتي، الكونغرس، الذين كلهم يرفضون إخراج الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. ومجلس الشيوخ صادق على قرار غير ملزم طالب إدارة بايدن بنسبة ساحقة بأن لا يتم حذف الحرس الثوري من لائحة الإرهاب ويبقى العقوبات على إيران. أي بمعنى إدارة بايدن الآن مكبلة أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه ديمقراطيين أساسا. والآن مجلس الشيوخ يرفض بنسبة ساحقة 80% من الأصوات أي تنازل أو حذف الحرس الثوري من لائحة الإرهاب. الولايات المتحدة وإدارة بايدن هكذا سنصف مكبلة من قبل باقي مؤسسات الدولة الأمريكية لإعطاء إيران المزيد من التنازلات. أما بالنسبة لإيران، فإيران تطالب بإلغاء العقوبات، تطالب بحذف الحرس الثوري من لائحة الإرهاب وإطلاق يد إيران من جديد في العراق. هذا مطلب معلن من قبل إيران، أنه تقول إيران بأنها لن تتنازل عن حوزات نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، هكذا تقوله صراحة. إذن من لندن المتخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحشي، شكرا جزيلا لك.